الحمد لله وشكل الحركة اعتيادية حاليا، وإحنا اليوم بشارع الجمهورية كمثال. هاي التعليمات والإرشادات إذا تلتزمون بها تصير الحركة السيابية مثل ما جاي نلاحظها بالوقت الحاضر. عندنا حملة توعية تضم ضمن خطة شهر محرم الحرام، نوزعها على سائقي المركبات، فنحب نقدم لك هذه الإرشادات والنصائح. إذا التزمتوا بها راح نأمن السيابية بحركة السير، وبنفس الوقت نحافظ على سلامة المواطنين. طبعا مشكورة جهودكم طبعا تنظيم السير على هذا الحال، والله يساعدكم ويعطيكم ان شاء الله الصحه والعافيه. حركه السير كلش جيده، يعني ارشادات اللي تخص سلامتهم وسلامه سالكي الطريق. جزاكم الله خير، وكنتوا انتم الصراحه كنتوا سند اليوم وباكر وعقبه. اليوم ان تغطيه خاصه في ليالي شهر محرم الحرام برفقه عقيد صلاح مدير علاقات واعلام ومديريه مرور البصره. هناك حمله لتوزيع الارشادات المروريه الى اصحاب السيارات وكذلك المواكب الحسينيه. اخذنا منطقه الجمهوريه كنموذج، وراح اكيد الحديث راح يكون الى عقيد صلاح. السلام عليكم وعظم الله لك الاجر والثواب سياده العقيد، واهلا وسهلا. عليكم السلام، ماجورين وعظم الله اجركم. طبعا بخصوص خطه مديريه مرور محافظة البصرة بمناسبة شهر محرم الحرام، عدت المديرية خطة سخرت لها كافة الإمكانيات الآلية والبشرية بالمديرية، تضمنت توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد مدير المرور العام، بالإضافة للتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بإشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية السيد المحافظ، لغرض إعداد خطة متكاملة من الناحية الأمنية والخدمية لخدمة أبناء المحافظة في هذا الشهر الفضيل، شهر محرم الحرام. سيادة العقيد، احنا نلاحظ نقول جهد المرور واضح في جميع الأيام بصراحة، لكن يكون هناك كثافة أكثر في شهر محرم الحرام. واليوم حملة للتوعية، ممكن نتحدث عن هذه الحملة من ضمن خطة المرور يعني إلى شهر محرم الحرام؟ طبعا بالتأكيد، احنا راح نتحدث عن خطة المديرية بصورة عامة. نعم. يعني خطة المديرية اللي تعتبر المرحلة الأولى من 1 محرم لغاية يوم 13 محرم، ضمنت هذه المرحلة أولا تسيير دوريات على طريق المرور السريع من بدايه مركز المدينه لغايه الحدود الاداريه، ضمنت توزيع الدوريات ونشر المفارز على طول طريق المرور السريع لرصد المخالفات المروريه والحد من وقوع الحوادث، وبنفس الوقت تقديم الدعم والمساعده لسالكي الطريق. مثل ما تعرف انه طريق المرور السريع الطريق هو نائي، يعني ما تتوفر به خدمات، فلذلك المواطن اثناء سفره باتجاه المحافظات المقدسه اي شيء يحتاج يلاقي دوريات المرور متواجده خلال 24 ساعة بشكل مكثف وبارزة، يعني وجودها بارز بالطريق. النقطة الثانية توزيع منشورات التوعية على سالكي الطريق، على أصحاب المواكب، على المواكب الراجلة، المواكب التجوال بالمركبات، لغرض توعيتهم للحد من وقوع الزخم المروري وبنفس الوقت للحفاظ على سلامتهم. ومثل ما جاي تلاحظون أنتم الحركة سيابية واعتيادية من الشارع الجمهورية اللي هو يعتبر من الشوارع المهمة، المناطق الشعبية أيضا، المناطق الشعبية، واللي دائما كل مناسبة شهر محرم يشهد زخم وكثافة مرورية. الحمد لله وشكل الحركة اعتيادية حاليا، وإحنا اليوم بشارع الجمهورية كمثال، يعني أغلب الشوارع اللي موجودة بمركز المدينة تحت الرقابة المرورية ولساعات متأخرة من الليل. يعني هذه الحملة هي مستمرة في جميع مناطق البصرة، لكن اليوم وثقنا هذا من خلال الجمهورية كنموذج. بالتأكيد الخطة شملت جميع المحافظة سواء الأقضية والنواحي والشوارع اللي تقوم بها المراسيم، بالإضافة إلى دور العبادة، يعني الحسينيات، الجوامع اللي يصير بها المحاضرات، فكل الأماكن بها انتشار. يعني الخطة مع المديرية حسبت كل الحسابات في غرض التأمين السيابية في الحركة. العقيد، ممكن يعني نموذج هذا المنشور شنو يتضمن بالضبط؟ يتضمن نصائح وارشادات لسائقي المركبات، يتضمن نصائح وارشادات لأصحاب مواكب التعزية الراجلة اللي يمشون، وبنفس الوقت يتضمن المواكب الحسينية الثابتة اللي يقدمون الخدمة ويوزعون الثوابات المعروفة، والمواكب الجوال اللي تنقل المعزين من منطقة إلى أخرى حتى نحافظ على سلامتهم، وبنفس الوقت نأمن السيابية بحركة السير. والحمد لله والشكر، يعني الخطة جاي تمشي بالطريق الصحيح اللي هي تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل السيد مدير محافظة البصرة لواء المرور حقيقة حيدر عبود العيداني لغرض تأمين انسيابية في الحركة. ومثل ما جاي تلاحظون ويلاحظ المواطن البصري انه هذا شهر محرم اختلفت به، اكو انسيابية بالحركة، زخم بالتقاطع صحيح موجود بس مو بمستوى الاختناق اللي يعاني من عند المواطن اثناء تجواله. سيادة العقيد، تعرف في ليلة السابع من شهر محرم
الحرام ليلة يعني مميزة، وكذلك 9 من شهر محرم الحرام. هل هناك خطة وضعت المرور مثلا لقطع بعض الشوارع اللي تستقبل المعزين من خلال المواكب الحسينية الراجلة؟ احنا بالنسبة لنا كمديرية مرور، الخطة اللي وضعناها، الخطة ما عندنا اي طريق مقطوع، والخطة مالتنا بإشراف وتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحت إشراف قيادة العمليات، فأي منطقة تستوجب قطع للحفاظ على سلامة سالكي الطريق احنا مباشر يتم تأمينها، بس إذا الأمور طبيعية تمشي الحركة اعتيادية تصير. إذن سيادة العقيد أعرف مشاغلك كثيرة وحتى تنجز عملك بشكل إيجابي اليوم إن شاء الله أو في هذه الليلة، أي كلام تحب توجهه إلى سالكي الطريق من سواق المركبات وكذلك أصحاب المواكب الحسينية وعامة الناس خصوصا في شهر محرم الحرام؟ يعني احنا بالنسبة لنا دائما نوعي ونقول تعاون الجميع ننجح ويكون عملنا أفضل والبصرة تكون أفضل وأجمل، فإن شاء الله بتعاون الجميع سواء سائقي المركبات، المشاة، الراجل، أصحاب المواكب راح نوصل للنتيجة اللي نطمح إلها اللي هي تكون انسيابية بحركة السير والمحافظة على سلامة سالكي الطريق. وبنفس الوقت عندنا بعد ممارسات توعية ميدانية بقراج النقل الخاص اللي بساحة السعد، وبنفس الوقت بالسيطرات لتوعية سائقي المركبات أثناء سفرهم باتجاه الأماكن المقدسة أن يكون السائق مستعد نفسيا وبدنيا للطريق. يعني مثل ما تعرفون أغلب السواق يسافر ويرجع بنفس اليوم، فراح يكون عند إرهاق، فإحنا حتى نحافظ على سلامة المواطنين عندنا بعض التوجيهات اللي من خلالها نقدر نأمن سلامة المواطنين. إذن سيادة العقيد راح نستمر بتوثيق جولتنا مع جنابك من خلال توزيع الإرشادات إلى أصحاب المواكب وكذلك سواق المركبات، إن شاء الله مستمرين. إن شاء الله. نلتقي بالمواطن بعد ما استلم الارشادات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله استاذ. شنو رايك بمبادره المرور اليوم بتوزيع الارشادات؟ والله عاشت ايدهم وكلش حلوه. ان شاء الله تلتزم بيها. ان شاء الله راح التزم بيها ان شاء الله. بشكل عام في كل الايام وخصوصا في شهر محرم الحرام، شلون شفت المرور وحركتهم وتنظيم السير انت كمواطن؟ والله يعني كمواطن ان حركه السير كلش جيده، يعني اشوفها كلش جيده. صحيح اكو ازدحامات في الاماكن اللي بيها مواكب، يعني تعرفون هذا الشيء، بس لكن بالعموم انه كله جيد والمرور عاشت ايدهم وما قصروا. اذا ما اخرك فتح السير. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. ماجور ان شاء الله. نظم الله اجرك. ارفع لي هذه المنشور. اهلا وسهلا. الله يخليك. بدايه شلون شفت مبادره المرور اليوم بتوزيع المنشور؟ والله والنعم من المرور ومنظمين السير ويعني والحركه ما شاء الله زين. والنعم المرور يعني نعم سير. هذه التعليمات راح تلتزم بها ان شاء الله؟ ان شاء الله راح التزم بها. نعم. التزم بهاي التعليمات ويعني المرور ما مقصرين وياني. في شهر محرم شلون شفت تواجد المرور يعني بتنظيم التقاطعات والسير؟ والله التقاطعات ما شاء الله وتنظيم السير يعني كلش حلو وماكو يعني ازدحامات. اذا ما اخرك ماجور ان شاء الله. رحم الله والديك. تسلم. احنا جاي نوزع منشورات مال التوعية لاصحاب المواكب حتى من خلالها نحافظ على سلامة المواطنين وبنفس الوقت ما يصير عندنا زخم بالحركة المرورية. هاي التعليمات والارشادات اذا تلتزمون بها تصير حركة سيابية مثل ما جاي نلاحظها بالوقت الحاضر. لا احنا هاي السنة لاحظنا كلش حلو النظام. نظام حلو مرتب، سيارات جاي تمشي، المارة جاي تمشي وكلش مرتاحين. احنا بالنسبة لنا الموكب مرتاحين. ماجور ان شاء الله هسه اليوم نقول حملة لمديرية مرور البصرة بتوزيع هذه نقول الارشادات، فان شاء الله انت كصاحب موكب عندما تقراها تلتزم بها وتبلغ زملائك اصحاب المواكب الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هسه كيل هسه على المنهجات. قبل دي جاي المواكب هسه الحمد لله والشكر المواكب كلها مفتوحة وشارع مفتوح وأكون سيابية كل الزينة. بارك الله بكم وعظم الله لكم الأجر والثواب. الله يوفقك. مشكورين. الله يوفقك أستاذ. ألف ألف.
مستمرين معاكم ومتابعي المربد وبرفقة أكيد عقيد صلاح لتوزيع هذه المنشورات التوعوية إلى أصحاب المواكب وكذلك ساقي المركبات. نقف عند خادم إحدى المواكب، أكيد الكلام راح يكون لأسئلة العقيد. السلام عليكم. السلام. إحنا بالنسبة لنا ضمن خطة المديرية توعية أصحاب المواكب كافة مستخدمي الطريق، فنحب نقدم لك هذه الإرشادات والنصائح، إذا التزمتوا بها راح نأمن انسيابية بحركة السير وبنفس الوقت نحافظ على سلامة المواطنين. يعني أنت اليوم صاحب موكب خدمة وتوزع أطعمة، توزع مشروبات للمواطنين، فإذا تنظمهم بصورة صحيحة راح تأمن لنا انسيابية وبنفس الوقت راح تحافظ على سلامتهم من تعرض مخاطر الطريق. فدعاونكم ويانا راح ينجح العمل ويشوف رجال المرور المنتشرين بالشارع حتى يخدمونكم. عظم الله لكم الأجر والثواب مصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته أجمعين، وجزاكم الله خير. بالنسبة إلى الموقرين الأستاذ صلاح ما قصر وانسيابتهم انسيابيتهم للمراكب والماتم، إن شاء الله إحنا نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، وإن شاء الله اللي يطلع من عندنا إحنا نكون سند لكم. جزاكم الله خير، وكنتوا أنتوا الصراحة كنتوا سند اليوم وباكر وعقبة في تسيير الأمور المركبات، وإحنا إن شاء الله نكون ظهر لكم. تعرف جنابك بس؟ علي حمود خادم. أخ علي خادم الموكب، تعرف منطقة الجمهورية مناطق شعبية تغيرت الآن حالها إلى تبليط وجزرة وسطية ونقول النظام وإنارة، فأنت كصاحب موكب هذه إرشادات مرورية تقدم إليك، راح إن شاء الله تلتزم بها وتنصح زملائك للحفاظ على أكيد إن شاء الله. هذا أكيد هذا يكون من واجبنا، وإن شاء الله إحنا نكون على قدر المسؤولية، وكل إنسان كل ما يكون مهذب ويكون واعي ويقدم ثقافة وتكون ثقافة خارجية على الأقل يشوفونها أصحاب الماتم والأجهزة الأمنية التابعة والسيارة حلو تكون هناك، تكون هنالك يعني فتح شعيرة حلوة ممتازة، تكون كالظهيرة للمستوى خاصة مناطق الجمهورية، هذه يسموه شارع المواكب النوات، وهناك الله يكون بعونهم، هناك كان يكون جهد قوي عليهم، وإن شاء الله عد حسن ظنكم إحنا إن شاء الله. بارك الله في جهودكم وما جهدك رجال مرور. تعاونكم ويانا راح يخفف العبء إن شاء الله. يعني أنت تعرف ساعات النهار رغم ارتفاع درجات الحرارة المنتسبين يدون واجباتهم، وبنفس الوقت بالفترة المسائية المديرية سخرت كافة الإمكانيات حتى تأمن انسيابية بحركة السير، فإن شاء الله إذا يتعاون الجميع راح نأمن انسيابية وبنفس الوقت نحافظ على سلامة سالكي الطريق. الله يحفظكم مأجورين. عقيد صلاح لا زال مستمر بنشر هذه المنشورات، وكذلك أشاهد أمامي هيئة 7 دي جيل الأخ محمد حوشان، راح يكون الحوار مع سيادة العقيد وسيادة محمد. سيادة العقيد الكلام اللي تحب توجهه إلى الأخوان المساندين إلى عملكم. طبعا هي ضمن الخطة اللي عدتها المحافظة أكو تنسيق وتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية وهيئة المواكب الحسينية، فبالنسبة للأخ محمد من ضمن هيئة المواكب واللي مسؤول على منطقة شارع الجمهورية أكو تعاون بيننا وبينهم، أي هذا التعاون أثمر على الانسيابية بحركة السير والحد من وقوع الحوادث. فهاي إرشادات أحب توصلها لكافة جماعاتكم المواكب اللي وزعنا لها واللي ما وصلنا لها عن طريقكم، توصل هاي الإرشادات اللي تخص سلامتهم وسلامة سالكي الطريق. أحسن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى خدام الحسين إن شاء الله، الله يتقبل منا الخطبة. طبعا شكر وموصول للقوات الأمنية على الدعم والتعاون وحفظ الأمن للمواكب الحسينية، لولا القوات الأمنية فرق كبير عن الناس، جزاهم الله خير. المرور هم متعاونين، الأفواج الشرطة كلهم متعاونين، والأمور طبيعية بالنسبة للمواكب تمام، والعمل جاري التعاون مستمر مع القوات تمام، والعمل حلو لحد الآن، الزخم بدأ من اليوم واضح. محمد تو ككادر يعني هي 7 دي جيل كادر يكون تنسيقه مع المرور وكذلك الارشادات تكون مشتركه من اجل نجاح خطه شهر محرم الحرام في حياه الالي محرم ان شاء الله. شوف حجي، احنا تعليماتنا حصرا مستقبلها من القوات الامنيه. القوات الامنيه شنو تريد؟ تمام؟ نقاط 1 2 3 نطبقها 1 2 3، لان لولا هم ما صار النظام والعمل. الحقيقة لله تمام. احنا صح كهيئة، انا هيئة نانا صار لي السنة 10 اول 12 نانا تمام، مو بس نانا بشارع الجمهورية، خطوة الإمام علي بالعتبة العباسية على كلة مراقب العراق تمام، نشاط واسع خدمة حسين تمام. كل نشاطنا اذا ما سبي تعاون مع القوات الامنية ما ننجح، هو توفيق من الله، ولكن تعاون حلو اي لازم لازم. جزاه الله خير، هم الناس دور المرور بالخطة يعني نقدر نقول 80% القوات الامنية تحافظ على الأمن والنظام، بس المرور ينظم حركة السير. العقيد لا بالعكس، المرور هو الكبل كل
يعني نسوي تقاطعات. احنا صح نقطع بس ما نقدر، بس بمر ونقطع بسهوله. احنا بنقطع احنا نصير مشكله، وهذا منا وهذا منا. ما ناخركم، عظم الله اجوركم ان شاء الله وشكم على خير. الله يحفظكم، مشكور لكم وشكم موصوفكم ودكم. الله يحفظكم ان شاء الله، احنا خدام ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. إذن مستمرين معكم متابعي المربد والتغطية الخاصة إلى حملة مديرة المرور بالتوعية في شهر محرم الحرام. نقف عند مواطنة، السلام عليكم وماجورة إن شاء الله. السلام، أهلا وسهلا، الحمد لله بخير. تسلم. صراحة اليوم من خلال نقول إعلام مديرية المرور عندهم حملة. نعم. أكيد الكلام راح يكون لك. السلام عليكم. السلام. عندنا حملة توعية ضمن خطة شهر محرم الحرام، نوزعها على سائقي المركبات إن شاء الله، حتى يكون عندهم إلمام بكافة الأمور اللي من خلالها ننظم حركة السير تكون انسيابية. هذه ان شاء الله نصائح راح تطبقينها وايضا تنقلينها بدورك الى زميلاتك اللي يسوقن سيارات. اكيد طبعا، والمراه ترى هسه بهذا الوقت هي حالها حال الرجل المفروض بالسياقه. صحيح. يعني تحترم القوانين وتكون يعني متعاونه مع رجال المرور لسلامتها وسلامه الباقين. نعم. شو شفتي عمل المرور بشكل عام وخصوصا في محرم؟ شفت الايادي وكلش نشيد بيهم خصوصا بهذا الجو الحار محافظه البصره، فعاشت ايدهم وان شاء الله الى يعني بدت تتطور البصرة أكثر وأكثر وإن شاء الله إلى المزيد. يا ما نخرج، عظم الله لك الأجر والثواب وطريق السلام إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عندنا حملة توعية تخص خطة شهر محرم الحرام اللي من خلالها نقدر نأمن السيابية بحركة السيارة. نعم. طبعا مشكورة جهودكم، طبعا تنظيم السير على هذا الحال، والله يساعدكم ويعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية. شو شفتي في شهر محرم خصوصا؟ والله كل شيء تمام وكل شيء مضبط وعاشت ايدكم. راح تلتزمون بالقواعد؟ اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المراه ملتزمه بالتعليمات اكثر يعني، باعتبار انه هي ام او عندها العاطفه. اذا طريق السلامه ما نخسر. تسلمون والله، الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله، والله يقويكم على فعل الخير وان شاء الله من احسن الاحسن ان شاء الله. جميع طريق السلامه ان شاء الله.